ذكرى 60 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تندرج في إطار وقفة تأملية أولا نجدد من خلالها الوصال الذي يجمع العرش العلوي المجيد بهذا الجهاز القوي والعتيد، وكذلك نجدد من خلالها الوصال مع المواطن لخدمته وتقديم جودة أفضل للخدمات الأمنية التي نقدمها يوميا للمواطن. نبحث على دراسة كل المعطيات التي تم تسجيلها خلال السنة ويتم تقييمها، وبالتالي وضع أسس استراتيجية جديدة بناء على تلك المعطيات لخدمة أفضل للمواطنين الذين يوصي عليهم جلالة الملك على أن نقدم لهم المنتوج الأمني في طابق من ذهب، أن ننصت لهم، أن نستمع إلى همومهم، أن نتقرب منهم أكثر لمعرفة مشاكلهم الأمنية وبالتالي إيجاد حلول مناسبة. اليوم نتوجه فيه كذلك لكل المواطنين على أن هذا الجهاز يحتاج دوما لخدمتكم، يحتاج دائما لعونكم، ويحتاج لمساندتكم، ويحتاج لتشجيعاتكم كذلك من أجل خدمة أفضل لكم ولكل المواطنين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وبعد. السيد والي جهة الدار الرضا سطات عامل عمالة الدار الرضا، السيدتين السادة العمال عمالة مقاطعة ولاية جهة الدار الرضا سطات، السيد رئيس جهة الدار الرضا سطات، السيد رئيس مجلس مدينة الدار الرضا، السيد مجلس عمالة الدار الرضا، السيد وكيل العام للملك لدى محكمة السناد في الدار الرضا، السيد الرئيس الأول لمحكمة السناد بها، السيد رئيس المحكمة الجدائية بالدار البيضاء، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الجدائية بالدار البيضاء، السيد رئيس المحكمة الجدائية بالمحمدية، السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، السيد جنرال دكتور دار بريغاد قائد الحامية العسكرية بالدار البيضاء، السادة رؤساء الهيئات والسلطات القضائية والعسكرية والبدنية والإدارية، السادة قدماء وأطر موظفي الأمن الوطني. أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم محتفلين بكل فخر واعتزاز بالذكرى 60 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، موقعين بذلك على مرور رجلين من العطاء الأمني المؤسساتي، وندشن في الوقت ذاته بداية الجيل الثالث الذي ينطلق تحت صدى الريادة الأمنية لمملكتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ظرفية عالمية جد حساسة. وإن احتفالنا بالذكرى الغالية وارد بدوره في سياق استثنائي هذه السنة بالنسبة لولاية أمن دار الرضا الكبرى،
إذ حظيت وتشرفت بزيارة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل وضع الحجر الأساس للمركز الرئيسي للمراقبة بالكاميرات يوم 25 يناير من السنة الجارية والجهاز على حد سواء، ويؤمن قيام الثقة المتبادلة بين المرفق الأمني وعموم المواطنين تناغماً مع التوجهات الملكية الحكيمة التي يترجمها خطاب الدار البيضاء لسنة 1996 المؤسس من مفهوم جديد للسلطة. أيها الحضور الكريم، إنه على مدى السنة الأمنية السيد عبد الغني لودي مراقب عام رئيس منطقة بلجيك سيدة عثمان. السيد الرحلي السيدة مصطفى الرحلي مراقب عام متقاعد العمل سابقا بالمنطقة الأمنية بمديونة. السيد محمد بن روين عميد إقليمي متقاعد العمل سابقا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. Thank you.